اختلف العلماء في زيارة المرأة إلى القبور. بعضهم يرى أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقبرة، هذا قول، وجاءوا بأدلة. والقول الثاني وهو الصحيح وعليه جماهير العلماء أنه يجوز للمرأة أن تزور المقبرة كما يزورها الرجل، لكن في المرأة لا يجوز لها أن تبالغ من الزيارة، تزور مرة من المرات تذهب، لكن تدير زيارة كل يوم كل يوم كل يوم تبالغ في الزيارة هذا منهي عنه. فالدليل الأول على جوازها أو على جواز زيارتها للمقبرة أن النبي وجد امرأة عند قبر، وجدها تبكي على ولدها، فقال لها اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا دليل إقرار من النبي، لأن النبي هنا لما قال أصبري لما رأها تبكي، لو كان الأمر لا يجوز يقول لها ماذا تفعلي هنا، أخرجي من المقبرة. فهمتم ولا؟ النبي هنا لما رآها تبكي حثها على الصبر، لو كان الأمر لا يجوز يقول النبي ماذا تفعلي، لأن النبي لا يقر الناس على منكر، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. فقال لها اصبري، قالت إليك عني، هي لما قالت إليك عني ما عرفتوش، هي مشغولة بولدها تبكي عليه، فقالوا لها إنه رسول الله، جاءت تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ففي هذا دليل على جواز زيارتها للمقبرة. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة إذا هي ذهبت لزيارة القبور علمها الدعاء، قال لها قولي. فهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة وأن تزور القبور. والأمر الثالث، رسول الله لما قال لعن الله زوارات القبور، زوارات صيغة مبالغة، التي تكثر من الزيارة، أما التي تذهب من حين إلى آخر فهذه لا يشملها الوعيد. وعلاش قال زوارات القبور؟ خاطر نسكي يقولوا يزوروا يزوروا يزوروا، يتخذون الزيارة عادة وتروح العبادة، ويقولوا يلتقيوا في القبور ويقولوا يحكوا حياتهم، ويوليوا يفعلون في القبور ما يسخط الله، كالنياحة على الميت وهذا لا يجوز، والصياح على الميت هذا لا يجوز، وذكر أمور تقولها المرأة في حق زوجها، تقول كلاما يخالف الشرع، كأن تجلس المرأة، لأن النهي ورد على أن الإنسان يطأ بقدمه القبور أو يجلس على القبور، في ذلك نهي، وألا نصلي إلى القبر ولا نصلي على القبور، فالأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا على القبور ولا نجلس على القبور. ودوك نصارم يديروا جماعة يلتفوا على المقابر هكذا ويجلسوا، لا يذكرون الله ولا يدعون الله، إنما يخوضون في القيل والقال ويذكرون معايب الناس وعورات الناس. ولذا قال زوارات القبور، واليوم رمي يديوا السحر إلى القبور والشعوذة في القبور ويفعلون الحرام في القبور، فإنها تذكركم الآخرة. ماذا بينا في الزيارة ما تفلسفوش، وكي نكونوا في القبر وفي المقبرة ما دخلناش الفهامة،
دعوا الأمر لأهله، خليوا الأمور لأهلها. الأئمة والفقهاء والعلماء والمشايخ يفسرون، يعلمون الناس الزيارة الشرعية. زوروها فإنها تذكركم الآخرة، تزدادون خيرا، تلين القلب، تدمع العين، لا تقولوا هجرا، أي ما يسخط ويغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى. يا ربي نبهنا من غفلتنا، يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، يا ربي نسألك أن تلين قلوبنا وأن تدمع أعيننا يا رب العالمين. نسألك الإيمان والتقرب إليك بصالح الأعمال. يا ربي لا تؤاخذنا بكثرة ذنوبنا ومعاصينا، اللهم عاملنا يا رب برحمتك وعفوك ولطفك. اللهم الطف بنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم وفقنا، اللهم سدد خطانا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم امنن علينا باتباع الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة، اللهم جنبنا الشرك والبدع والأهواء والضلالات، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وسائر أرحامنا وجيراننا وأصدقائنا وأحبابنا ولمن وصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اغفر لأساتذتنا ومشايخنا خاصة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هناك أخ معنا هنا في المسجد، والده من متتبعين ممن يسمع خطبنا ودروسنا، وافته المنية في مستشفى عين النعجة رحمه الله، وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة. يا أخي الحاضر معنا صبرك الله، نسأل الله أن يصبرك وأن يثبتك، عظم الله أجرك وغفر ذنبك ورحم الله ميتك. ووالدك نسأل الله له العافية، اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه، وارحم يا ربي سائر موتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.